يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التعزية بالكفار عند موتهم؟ وهل يقال إذا كان قريبهم مسلما يقول المعزي إنا لله وإنا إليه راجعون؟ الكافر لا يعزى بكافر ولو كان قريبا له، وأما إذا كان قريبه مسلما فإنه يعزى به، يعزى بقريبه المسلم ويدعى للمسلم ويقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن موت المسلم مصيبة ولو كان أبوه أو قريبه كافرا، فموت المسلم مصيبة على المسلمين. نعم.